أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم في حصتكم الجديدة ولادنا تحت جناحنا بعد نجاح حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أولياء اللي رسلتونا وحبيتوا هذه الحصة، عمو يزيد حب يدير لكم حصة موجهة لكم انتم الأولياء. هذه الحصة هذه راح تساعدكم إن شاء الله في مواجهة بعض الحالات في تربية تربية أولادكم. هذه الحصة هذه راح تعالج بعض المواضيع، المواضيع اللي تهمكم مباشرة، حالات معينة. نتكلموا على الحرائق يعني لي بريلور. نستضيف أول ضيفة اللي هي الأستاذة بوعتو. تفضلي أستاذة المختصة في جراحة الأطفال. شكرا. أهلا أستاذة، مرحبا بك. الله يسلمك. شرفتينا شرفتينا. تفضلي تفضلي أستاذة، الله يخليك. رحبوا معي كذلك بالأستاذ لابري نور الدين المختص في علم التربية. تفضل أستاذ تفضل. مرحبا بك أستاذ، شرفتنا شرفتنا. تفضل تفضل تفضل. ما نقدروش نديرو حصة تتكلم على الحرائق على لي بريلور وكامل بلا ما نستضيفو الملازم الأول سي مراد من الحماية المدنية. تفضل تفضل سي مراد. تفضل تفضل. مرحبا. شرفتنا شرفتنا شرفتنا. شرف لينا. تفضل تفضل أستاذ تفضل تفضل. وكذلك حبينا اليوم تاني يكون معنا أب يشاركنا التجربة نتاعو في هذا البريلو الحريق تاع الاطفال وكامل. اذا معنا سي سمير. تفضل تفضل تفضل. مرحبا بك مرحبا بك سمير. تفضل 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 تفضل. حبينا كذلك في كل حصه نستضيف طفل ولا طفله يجي يتكلمنا على الواجبات المدرسيه. حقيقه هي حصه موجهه للاولياء، ولكن حبينا كذلك نديروا الالتفاته من خلال عمو يزيد للأطفال. إذا نستضيفوا الطفلة ماريا. روحي بنتي تعالي تعالي. وش راكي بنتي؟ لاباس. لاباس بخير الحمد لله. إذا ماريا جات اليوم. ماريا أنت كي ديري الواجبات نتاعك كي تدخلي البيت ديريهم مباشرة ولا تطولي تروحي تلعبي شوية ولا واش ديري؟ لا نشوف قبل القهوة الحليب تاعي. ممكن أوكي مداتك نستافى شوية ممكن نبدا نقرا. تبداي تقراي وفي نهاية الأسبوع تقراي شوية في الويكند. وقتاش تقراي؟ في نهاية الأسبوع الجمعة والسبت وقتاش تقراي؟ الجمعة ترتاحي والسبت واش ديري؟ تقرا تقراي شوية العشية هكذاك شوية. نجيب أنت يا تقراي مليح الله يبارك. إذا ماريا راح تروح دنار كبير وشباب لهيك راح تروح يدير الواجبات تاعك. وأنتم كذلك تفضلي تفضلي ماريا روحي ديري الواجبات تاعك. وأنتم كذلك يا أطفال راكم تشوفوا فينا هذا هو الوقت باش تروحوا ديروا الواجبات نتاعكم. عمو يزيد يحبكم ولكن لازم تروحوا ديروا الواجبات نتاعكم. وحنا نكملوا الحصة تاعنا. إذا مرحبا بكم اليوم في هذه الحصة هذه ولادنا تحت جناحنا. وحبينا من خلاله نطرقوا لهذا الحوادث المنزليه لي زاكسيدون دوميستيك اللي ما يخفاكمش باللي كامل الاولياء معرضين لهذا الشيء. اذا من خلالكم اليوم ان شاء الله من خلالكم احنا الحصه نتاعنا الهدف نتاعها هو حقيقه نديروا تشخيص وكامل نديروا دياغنوستيك وكامل، ولكن الهدف نتاعنا هو النصائح اللي نعطيهم الاولياء في الاخير باش يتعاملوا مع هذه الحالات وان شاء الله يا ربي ينقصوا هذه الحوادث المنزليه. ماذا بيا دكتور 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 بعتون نبداو بك اعطينا ببري هذا الحريق هذا وش هو الحريق كيفاش يكون كيفاش نعرفوا بلي حريق صعيب يعني خطير كونتيسكو سي غراف باسكو بالمرات لي بارون هكذا وليدهم ولا بنتهم يتحرق ما على بالوش واش يدير يخاف. كاين حنا بكري كانوا يديروا القهوه كاين اللي يدير الدونتيفريس كاين اللي حنا رانا هنا اليوم جيستومون باش نوضحوا هذا هذه النقطة هذه. تفضلي يا دكتور. شكرا يعني نشكركم على يعني الحصة وان شاء الله هذه الحصة تكون عندها صدى خاطر حنا نخدموا في يعني مستشفى تاع الحروق تاع الأطفال. ما يخفاش باللي 80% من الحروق تجي عند الأطفال، والأطفال هما شكون اللي يكونوا في الدار يكونوا عندهم الأعمار تاعهم تراوح بين 2 و5 سنوات. والحروق باش نعرفوا هي مرض يعني غاف خطير
وعلاش خطر يعني دي لورغان الجسد راح يتمس هو البشره العضو هو والبشره هي العضو الاكبر في يعني في الجسم بالضبط عندي كاع الجسم تاعنا كاع مغطي بالبشره هذه وعلاش هذه الحروق ثاني لازم نتفاداوها ولازم نديروا يعني حصص كيما هذه خطر هي تكون خطيره الى ما اداتش الى الموت تؤدي الى تشوهات تكون تشوهات يعني لا فونكسيون تكون تشوهات في الوجه في كل يعني جهات وحنا الانسان بطبعه يحب الجمال يعني باش يقعد يعني ولازم نحافظوا وحنا نحافظوا على البشره هادو داري توعنا جبناهم بالضبط. لازم حنا نحافظوا عليهم ونعرفوا بلي وشفنا يعني من بلي شفنا بلي الحروق هي متعدده منها يعني الحروق تاع حاجه سخونه كي تكون ماء ولا لا فابور ولا النار وتكون الحروق تاع الالكتريسيتي وكاين الحروق تاع لي شيميك يعني كيما لو جابل وكامل الحمد لله يعني ماشي بزاف متكاثره ونعرفوا بلي هذه الحروق قلنا سورتو الاطفال من 2 الى 5 سنين والمراه هذه كاع باش ننبهوا المراه باللي كي يبدا الولد يمشي هو يحبي دونك يروح يحب يكتشف العالم تاعو يروح يعني وعرف وعلى بالنا باللي شكون يتنحرق بزاف هما يعني العائلات اللي داوي يعني عندهم البسيطة واللي يعني المطبخ يطيبوا على الطابونة في الأرض يطيبوا وشفنا باللي المطبخ هو المطبخ مع بيت الاستحمام هو اللي ليو أكثر اللي لقينا فيهم الحروق وعلاش فيها الطابونة اللي حنايا يعني حنا المغرب المغرب الافريكان نحبوا ناكلوا الطعام وكلش طيبوا في الطابونه المطلوع والمطلوع وكلش دونك فيها النار الطابونه هذه سي غراف وعلاش خاطر كاين هذيك لا بوتان الا كاين لا فويت دو غاز يقدر يعني تسبب الحروق يعني الاطفال والاكبر ومام يعني الدار تقدر تروح فيها وفيها ضرر اكثر خاطر هنا يقدر يكون الموت كثير كيكون بلا فلام بالضبط أستاذة نعود نرجع لك شكرا ماذا بيا الملازم الأول سي يوسفي على بالي باللي احنا الأولياء الحاجة الأولى إذا كانت حروق ولا حاجة الحاجة الأولى نرفدوا التليفون نديروا ال 14 يا أخي نديروا رقم 14 اللي هو معروف هو رقم الحماية المدنية اللي كاع الناس تعرفوه أنا على كل حال كنت كعم يزيد درت لكم أغنية ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار إذا اليوم لازم تحكي لنا كي كلموكم الأولياء وكامل سي كوا لا بروسيدور كيفاش تتمشاو مع هذا الأمر هذا وماذا بيا إذا كان تقدروا توضحوا لنا هذه الانترفونسيون هذه كيفاش تكون أولا بسم الله الرحمن الرحيم ونشكركم أنا بدوري والأسرة تاع الحماية المدنية وعلى رأسها العقيد المدير العام سيد المدير العام العقيد الهبيري على الاستضافة في هذه الحصة ولادنا تحت جناحنا وراهم ولادنا كاع حنا كي ندخلوا كانه الابن تاعنا ماشي ولد ماشي ابن اخر بالضبط هذه يعني. حنا حقيقه نستقبل يوميا تقريبا اقولها يوميا وللاسف نداءات من بيت يعني من مثيل تاع الحروق الحروق هذه تاعها الاول حنا نطلبوا من الاولياء عند يعني عندنا فعل رقم 14 للحماية المدنية هما يكونوا سو لا بانيك يعني إلي ساي بور كالبي لي بارون هذوما تري بيان كاين ترافاي بسيكولوجيك ديجا ترافاي بسيكولوجيك حتى باش يهدؤوا لأن احنا يقول لك وليدي تحرق بالضبط احنا نسيو نطلبوا السن تاع الطفل هذا شحال بالضبط يعني سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات كما تفضلت الدكتوره حتى تقريبا من السنتين الى خمس سنوات ست سنوات هما اللي معرضين اكثر للحروق في الحوادث المنزليه نسينا نعرفوا العمر تاعو باي واش هي الماده اللي تنحرق بها اسكو الماء الساخن او بالنار او بالزيت او بالزيت او حتى بالكهرباء بالضبط الشراره الكهربائيه بالضبط او حتى بالمواد مواد كيميائية هل تعطوهم نصائح كاين حوايج لازم يديروهم الاولياء قبل ما تجوا احنا نعطيو لهم النصيحه الاولى عندما يكون المحروق هكذا هو يعني وضع الحريق تحت الماء الماء العادي لمده 10 دقائق حتى 15 درجه 10 دقائق ل 15 دقيقه
حتى نتمكن لرجال الحماية المدنية للوصول إلى أي مكان، لأن على المكان احنا نقول لهم باللي ما توضعوش اي شيء على الحريق. بالضبط، كما بكري واحد يدير القهوه، دوتي فريس، كاين يوضع حتى القطن، القطن او قماش، قماش ما لازمش لا قطن لا قماش، لازم يديروا يد المحروق تحت الماء، تحت الماء، تحت الماء لمده بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه، 15 دقيقه، والماء يسيل عليها الحرق، والماء يسيل هكذا. حتى واش الفائده من هذه، حتى واش الفائده تاعو باش نحطوا الحريق يعني الجهه المحروقه تحت الماء، هو باش ما ينتشرش الحريق، ما يزيدش يتوسع ويتم تبريده. الان النصائح اللي نقول لهم يعني عبر الهاتف قبل يعني سياره الاسعاف ما تلحق الى اي مكان من الضحيه، هي ما لازمش يوضع اي قماش او اي قطن او اي دواء مثل الداكان ولا الكول، كاين اللي يقول لك باسكو الكول يطهر، هو يزيد يزيد حراره كما يقولوا، يزيد اكثر. بعد نشوفوا مع دكتور توضح لنا النقطه، يزيد اكثر. ما لازمش يوضع يعني طرف قماش بالك يكون فيه ميكروب او وسخ، بالضبط، مما يتسبب في تعفن الحريق هكذا، يخليه تحت الماء البارد هكذا، يوضع ضمادات معقمه، احنا ننصحوا طويل قراص كنا فيه طويل قراص حتى نصل. عندما نصل حنايا كرجال الحمايه المدنيه دوك ما يخفلكمش سياره الاسعاف تاع الحمايه المدنيه مجهزه بكل الوسائل تاعها، وزيد على ذلك فيها طبيب، بالضبط، فيها طبيب تقدم له تعطي له الاسعافات الاوليه، وضع ضمادات معقمه للفيلقرا هكذا، ويتم نقله مباشره الى المستشفى، الى المستشفى باش يتكفلوا به، الى الطبيب باش يلحق عند الطبيبه، باش يلحق عند الطبيبه باش هي تكمل دورها هكذا، لان احنا عندنا الاوامر العشره تاع الحمايه المدنيه، والامر السابع يقول لك احنا رجل الحمايه المدنيه لا يجب ان يلعب دور الطبيب، نحن كمسعفين نقدم الاسعافات الاوليه. شكرا شكرا استاذ، شكرا شكرا. ماذا بيا استاذ العبريت، تكلمنا من الناحيه التربويه، يا هل ترى انتم، لانه حقيقه الاطفال اكثر تعرض لهذه الحروق هذه هما الصغار، يعني ماهوش في سن التمدرس، ولكن حتى الاطفال تاع 6 سنوات 7 سنوات يعني ماهمش سون با لابري، نظن ما راهمش معفيين يعني من هذه الاخطار هذه. انا حبيت، هل في اطار تربوي اسكو توجهوا هذه النصائح من خلال المربيين؟ اسكو المربيين عندهم انفورماسيون تكوين في هذا المجال ولا؟ ماذا بينا توضح لنا هذا الامر هذا؟ شكرا سي يزيد، بارك الله فيك. في البدايه استمعنا الى الدكتوره وكلمتنا في هذا الموضوع نتاع الاخطار المنزليه، وخاصه موضوع الحرائق، وتكلمت لنا اعطتنا تعريف تاع الحرائق ودرجات الحرائق وانواع الحرائق والمتسببات فيها، هذا شيء جميل. ثم الاخ الملازم تكلمنا ايضا، الاول تكلمنا ايضا عن ما العمل عندما تقع احداث من هذا النوع في المنازل من طرف او على اطفال صغار. بالضبط. لكن انا يمكنني ان اضيف انه يعني الوقايه يعني قبل ما العمل من اجل تفادي، او هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. احنا رانا هنا على هذا الشيء، هذا هو، احنا ماذا بينا هذا الحريق هذا ما يوقعش الحروق، يعني احنا كمربين نحن يعني نتوقع نتفادى، احنا من لسنا اطباء ولسنا حمايه مدنيه. بالضبط. طيب، فهنا لازم عليا نتكلم عن الطفل. الطفل هو يمر على مراحل في نموه، كان الطفل هو غير ينزل راه طفل، وربما حتى عندما يكون جنينا فهو طفل، هي مراحل يعني مراحل. الطفل عنده مراحل في النمو نتاعو، النمو الجسدي والنمو العقلي. فكان الطفل حتى مثلا نقول حتى 4 سنين 4 سنين ونص اللي يعيش في البيت، بالضبط، البيت ماهوش متمدرس ولا في حضانه، عايش في البيت، في البيت. هذا الطفل هذا هو اللي متعرض اكثر كما قيل، كما وضحت الدكتوره على الاخرين. هنا احنا واش نقولوا للاولياء وللام خاصه، وربما حتى الاخت الكبرى، هذا الطفل لا ينبغي باي حال من الاحوال ان يترك وحده.
بالضبط بالضبط. هذه واحدة. ثانيا ما نخلي له، ما نخليش تحت مسؤولية الطفل الآخر. بالضبط. مهما كان سنه 12 سنة. نعم حتى 12 14 سنة 13 سنة. لازم أنا أدلت. الأم جاية خارجة وتقول ردي بالك على أخوك الصغير. هذا خطأ كبير. هذا خطأ. خطأ كبير. ثالثا أنت كنت كنا ندردشوا معك سي جيت قلت الطفل لونفون إيت أن إكسبلوراتور. Il explore son environnement. Son environnement. لأنه الطفل لا يعرف. يحب يكتشف المحيط. يحب يكتشف عنده هذا. لا طبيعي هذا شيء طبيعي لازم يكتشف ويروح يجرب كل شيء لأنه حتى الأشياء اللي فيها خطر تاع الموت لأنه أنا رحت بعيد أنا قلت أحد. لا بيسير. خطر تاع الموت نعطيك مثال. ماذا بينا إحنا نخوف الأولياء. نعطيك مثال يحب يقفز من النافذة وراه في قطرة ميطاج هذا خطر من. لا أنا شفته حتى الطفل طلع فوق الأرموار هكذا فوق البلاكار. بالضبط بالضبط. قال لك أنا عصفور. هذا عصفور. يعني الطفل. المهم يحب يكتشف ولهذا ولهذا في البيت واش كاين في البيت؟ احنا رانا في هذه المرحلة تاع الطفل حتى 3-4 سنين في البيت واش كاين؟ الأسباب الـ 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 الأخطار واش غير الحرائق؟ لأنه احنا تكلمنا اليوم على الحرائق الحرائق هذه ولكن هناك أخطار نعم راح نطرقوا على كل حال هذا ولادنا أخطار أخرى أكثر من الحرائق الهدف منها وفي كل مرة نطرقوا الموضوع طيب. احنا واش لازم علينا؟ احنا لازم احنا يقولوا بعض العائلات اللي احنا لازم نوصي هذا الطفل عنده عامين ونص يقولوا بالك دير يدك في لابريز يقولوا فوفو يقولوا ايه ولكن يقولوا ولكن هذه ما تنفعش ما تنفعش لماذا ما تنفعش؟ لان الطفل ما عندوش القدرات باش يستوعب الممنوع من المباح ما عندوش ممنوع ولهذا احنا واش لازم نديروا؟ باختصار وبكل بساطه نعصوه ونبعد عليه نبعدوا عليه كل ما هو متسبب الى الحرائق وكاين بعض المختصين والباحثين في هذا الميدان تاع الطفل والمخاطر والاخطار يقول لك على الام وعلى الاب مره يروح للدار للبيت ويحبو يعني احنا نولوا نحبيو ونمشيو في كل الاماكن الموجوده في البيت في المطبخ في يضحكوا الاولاد في المطبخ في الحمام في البيت في كذا في الفناء تمشي ويقول لك ماذا او كم تلاحظ من اخطار اللي ما تلاحظهاش وانت واقف بضبط. يعني دير نفسك في مكان بضبط. هذا الصبيان بالضبط بالضبط باش نتوعاو باش نعرف بضبط. هذه من جهه من جهه اخرى الطفل كما قلت في نموه الطفولة الأولى الطفولة الثانية ومن بعد كان طفولة ما قبل التمدرس وكان الطفولة ما بعد التمدرس كاين ثاني أستاذ سمحني الأطفال مثلا في الطور الأول من التمدرس مثلا احنا كنا صغار كنا ندخلوا نرجعوا للدار هكذا مثلا الوالدة نتاعنا ما كانتش تخلينا نديروا الحليب وحدنا على النار مثلا هذه نقولها برك بالمرات الوالده تكون مكسله تعبانه ولا تقول لوالدي معليش سخن الحليب وحدك انا نظن بلي هذه الاشياء هذه مهمه جدا انه الوالدين لانه ولدك ولا بنتك يعني نعمه من عند الله لازم تعتني بها دونك ماشي تكون تعبان ولا قال دير ما لازمش الطفل انا من رايي يكون عنده ان كونتاكت يعني تواصل مع النار ولا انا نظن حتى 12 14 سنه و اي اونكور يعني لانه الاخطار تاع النار ما تقدرش تشوف مثلا يحط اوينه هكذا فيها اليد هكذا يمسها بيده مش عارف يعني اشياء مهمه الاولياء احنا رانا هنا باش نقولوا الاولياء ردوا بالكم على اولادكم كاين حوايج صغار هكذا ما لازمش نتسامح معاهم تاع طيب وحدك سخن الماء يا وليدي معليش مثلا طفل يروح للدوش باش يدوش ياخذ دوش مثلا يستحم كما يقولوا يروح يفتح النار يلتهب كش حاجه من بعد يدير يده هكذا الماء راهو سخون خلاص او تحرق دونك كاين بعض احنا رانا هنا جوستومون باش نوضحوا للناس باللي هذا الامر هذا راهو صعيب ومعنا اليوم والد اب 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 لثلاث بنات ربي يصونهم يحفظهم ان شاء الله سي سمير مرحبا بك حبينا برك اسكو كاش نهار في اطار التربيه تاع بناتك هادو كامل مع الزوجه اسكو تعرضتوا للحادثه كيما هكذا صارت لنا خطره حادثه ما دوبت غداء كانوا البنات قاعدين كنتوا تفطروا كنا نفطروا كنا مازلنا فطرنا يعني مازال كنا قاعدين نوجدوا كانت قاعده البنت تاعي ومبطون الزوجه كانت جايزه بالطنجره كما بالطنجره بالحساء لاسوب لاسوب
لوطون هي كي كانت جايزه البنت تاعي وقفت. كي وقفت تقلبت تقلبت تنرجع عليها. تقلبت عليها تحرقتها في ظهرها. حرقتها في ظهرها. اوكي. دونك كيما عندي اصدقاء تاعي في حمايه كانوا حنا نقصروا من ذاك هكذا. كما قال الاخ الزميل تاعنا كان على بالك. كنت على بالي. الحمد لله الحمد لله. هذه هي الشيء اللي حبينا توصل الاولياء باش دخلها تحت الماء. تحت الماء. تحت الماء اكسر. قلت لها بوم تحت الماء انا خيط نص ساعه. قال لك حتى وين حبست لا دو لا دو دقائق 15 دقيقه. انا قلت لها انا قلت خليتها هي ما لازمش لابانيك الخلع. هذا هو المشكل. هذا هو لازم تفهمها بلي ما كاين والو. احنا رانا هكذا في اطار فكاهي وكامل باش الاولياء يتابعونا ويستوعبوا هذا المشكل هذا اللي هو خطير خطير خطير. هي كي كنت مخلوع والطفله مخلوعه راحت. بالضبط لازم بالضبط. تفهمها بالعقل حطيتها تحت الماء حطيتها بوم وفيتها بالك نص ساعه تحت الماء نص ساعه ولا معليش استاذ يا اخي معليش نص ساعه 20 دقيقه تحت الماء ماشي مشكل ماشي مشكل ومن بعد الماء عادي مليح عادي وستي حاجه خطيره ومن بعد ديتوها للسبيطار ولا ديتها سي نورمال ديتوها عيطت للحمايه في القرى هذيك درتو لها التويلقره هذا التويلقره التويلقره جوستمون لازم تكون في الدار لازم يكون في الدار هذيك لو تويلقره المعروف توصل لزاجيني كاع يعرفوه كامل الضمادات هذوك اللي فيهم الزيت هذاك مليح انهم يكونوا في الدار سي نورمال ومن بعد ديتها للمستوصف ديتوها للمستوصف شافوها زادوا داروا لها ضمادات بها هكذا منا وعطاو لنا الدواء تاعها اوكي ومن بعد يعني الطفله ما لا لا ومن بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا نقول هكذا جات خير يعني جات في الظهر ماذا بيا دوك لحقوا الاستاذه يعني بعيد الشر اليدين الوجه يعني الحاجه اللي تبان وسيرتو الطفله يعني الطفله احنا في المجتمع نتاعنا الطفله شيء جميل بنتنا لازم 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 هذا هو لازم انا ما نقدرش نتصور بنتي ولا بنت اي جزائري ولا بنت اي انسان تتشوه بعد الشر يعني لهذا رانا هنا اليوم باش نحاولوا هاد الاولياء هادو ولي سنسيبيليز يعني التحسيس لهذا الموضوع هذا استاذه ماذا بيا ضيفينا كانت حاجه تفيد العائلات في هذا الموضوع هذا لازم العائلات يعرفوا بلي كي تكون نتشخصوا الحريق كي يكون حمراء وتوجع يعني ما نخافوش يعني سطحي كي تكون حمراء وتوجع كيما تكون سولي يعني نروح لابلاج باسكو سي فري ما تكلمناش على الكوت سولي كوت سولي هو حروق درجه اولى ومن بعد الدرجه الثانيه كي تكون عندك هذيك لا بول الشلفاطه هذيك الشلفاطه والحريق اللي يكون يعني خطير هو كي يكون ابيض ولا كحل كي يكون كحل هذاك سي يعني هو اون فونكسيون تاع الدرجه تاع الماء يعني 60 درجه تاع الغليان تاع الماء في دقيقه يقدر يحرق بروفون يعني باش نعرفوا الخطوره والنار تحرق مليح باش يعرفوا الاولياء باش كيما قال لك الهدوء ويعرفوا باللي باش نعرفوا يعني الخطوره في المساحه اللي يعني تكون تمشي دونك كاين اللون وكاين المساحه والمساحه باش نعرفوا باللي هنايا لا بوم تاع لا ما يعني تساوي 1% وعلاش راني نقول لكم هكذا يعني كي نشوفوا عند الطفل الصغير عنده قيس 8% وعند الكبير قريب قدر من 20% عرفوا بلي هذه حروق كبار غاف ويؤدوا للموت ويؤدوا للخطوره يعني 20% من الجسم ولا من الجسم كله من الجسم يعني كيفاش نحسبوا باش نعرفوا يعني رابيدمون نحسبوا بلي نعرفوا 1% تاع لا بوم دو لا ما يساوي 1% يعني باش نعرفوا يعني لا غرافيتي راحة اليد هذه 1% من جسم الانسان من جسم الانسان ونعرفوا بلي 6% عند الطفل خطير لازم له يدخل للسبيطار داكور دونك ست ايدي هكذا دونك رايحه حاجه قليله فوالا دونك سي بور سا بلي نعرفوا بلي الحروق هما يعني صعاب وكما قلت الاولياء تاعنا واش لازم نديروا لازم نعرفوا واش وقتاش يكونوا الحروق يعني بالماء والنار والطابونه واش دير المراه ولا الاولياء ولا كاع العائله اللي كي يكونوا يعني في المطبخ لا الطفل ما لازمش يدخل كي نكونوا في يعني كي يكون الماء في الارض ما عندناش يعني لازم نديروا حاجز باش هذاك الطفل ما يوصلش لهذاك بالضبط نمنعوه باش يوصل لهذاك ولازم نعرفوا باللي الطفل ثاني كي يكون يمشي ونعرفوا ماشي كاع الاطفال اللي يتحركوا كما قال لك بالضبط كاين اطفال اللي يتحركوا بزاف هما هذوك يتعسوا اكثر هذوك يتعسوا اكثر سيرتو لازم نعرفوا بالتريسيتي باللي الطفل يروح لي بريز نقدروا نشرو دي كاش بريز يسواو 500 ولا نديروا كاش بريز باش نفاداو باسكو الحروق بالالكتريسيتي يعني تحرق يعني كيما في الوتش ولا في الفم ولا هي تدير تشوهات
غاف سيغ سي دي زومبيتاسيون خطيره يعني اليد يقدر العظم يتنحرق في الفم يكون الفم اللي يولي متشوه هذاك الانسان يعني هو امانه يعطاه لنا ربي لازم نحافظوا عليه ونعرفوا باللي يعني في في في, في, في المنزل في في المطبخ لازم نتفاداو كاع هذه الاشياء التي تؤدي الى الحروق والحروق يعني الخطيره. بالضبط بالضبط بالضبط. يعني واش قال الملازم يعني هو الماء افضل حاجه نديروها وعلاش ما نديروش يعني الدواء الاحمر ولا خطر احنا ما نقدروش نديرو التشخيص ولما التشخيص ما يكونش دقيق يكون العلاج ماشي يعني يعني يكون العلاج ني با اديكوا باش هكذاك نداويو خاطر كي نكونوا نتفاداو يكونوا الاسباب تكون يعني السيكاتريس تكون شابه ما تكونش يعني بزاف غراف. بالضبط يعني الناس اللي قادرين يديروا اي حاجه قادرين من بعد يسيبوها كوم سيكاتريس ولا كوم ولو كيما قلت على الاطفال كانوا عندنا المراه خرجت تقضي خلات زوج اطفال صارت ليكسبلوزيون الدراري ما على بالهمش رموا روحهم من التخوازيام ايتاج باش باسكو النهار ما على بالهمش يعني هاد المراه الاولياء لازم يعرفوا هاد الحوادث بلي راهم يحصلوا يعني صراوا الحوادث لازم حنا نكونوا واعيين ونقرا ونشوفوا باش نتفاداوهم لان هاد الحوادث نون سولمون دونك تؤدي الى الخطوره وتؤدي يعني يعني وهي تكلف ثمن باهظ يعني للدوله والاولياء حتى التشوهات التشوهات والطفل كي يتنحرق كيكون في سن التمدرس ما يروحش للمدرسه بالضبط بالضبط وكي يروح المدرسه كيكون برا كاين نشوفوا بلي الدراري يضحكوا عليه سي توتان سي توتان في نورمال الناس كي يشوفوا التشوه عينيهم ما يعرفوش يعني يخبيو كامل هذاك الولد يكون عنده عقده وهذيك العقده يعني حتسبب له في يعني دي غوتار سكولير تسبب يعني في مشاكل كبار يعني ميم البنات في وقت يعني الزواج هذيك العقده تقدر تديها حوايج ماشي مناح في حاجه دقيقه يعني تغافلنا دقيقه يعني والخطوره يعني ولي ريسك سون يعني غراف و بالضبط بالضبط تو الموند. شكرا شكرا استاذه. استاذ العبري ماذا بيا نتكلموا شويه على هذا الحروق هذو والخطوره هذه في سن التمدرس. سن التمدرس يهمنا شويه. نعم. ماذا بيا تقدر تضيف لنا كاش حاجه؟ الأسباب الحريق اللي يقع فيه التلميذ او في الطفل في المدرسه هو اقل حده من يعني لا فريكونس اللي نعم لان التكرار اقل قليله قليله صح خاصه الادوات الالكتروميناجير بالضبط ماكينة طابونة ماكينة غاز بالضبط ولكن كاين المدافئ المدافئ ما زالت مدارسنا تستعمل المدافئ اللي تمشي بالغاز وحتى في بعض المناطق الريفيه بالمازوت. هي نظن حتى الشوفار سنترال وكان يكون سخون بزاف يعني والطفل بالك بالمرات ولكن يا با ما كاينش لافلام يعني اقل اقل الخطوره اقل تكون الخطوره اقل خطورة جدا أقل. جدا يعني انا نقول لك يعني نقول لك من باب التجربه يعني باش نكونوا تيرات يعني من باب التجربه 39 سنه في التعليم الله يبارك ماش ما حدثتليش انني شاهدت حضرت الحريق يعني الحريق في الحمد لله حاجه بسيطه صباع فقط في هذيك كنا بكري نديروا بالمازوت يعني ندفئوا بالضبط ولكن حاجه بسيطه الحمد لله الحمد لله هذه يعني هذه الحمد لله ولكن حاجه مهمه انه في الاكمالي حتى في الثانوي ولكن في الاكمالي كان المخابر في الاعمال للاعمال التطبيقيه في العلوم والفيزياء والتكنولوجيا نستعملوا المخابر وفي المخبر واش كاين؟ بالضبط كاين الغاز وكاين النار بالضبط وكاين حتى بعض الادوات الحارقه لي برودوي شيميك بالضبط بالضبط نستعملوها في التحليل هذا مهم هذا مهم جدا تحليل لا غير ذلك وهنا احنا كمشرفين على 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 التربيه وعلى الفعل التربوي البيداغوجي في المدرسه احنا حتى وزاره التربيه ماشي غير عندنا احنا في تقريبا كل البلدان دايرين الاستاذ لما يدخل المخبر يجد العون المخباري بالضبط بالضبط لابورونتا والعون المخباري هو اللي عنده هذا السلوك الوقائي نعم يحضر حتى الاستاذ ولكن هو يحضر ويهيئ كل الادوات حتى الادوات القاطعه هذيك كاين لي بيستوري بالضبط بالضبط اذا يحضرها يوجدها وفي نفس الوقت
هو اللي يراقب ويساعد الاستاذ ولو من بعيد، ما يدخلش في العمليه بالضبط، ولكن عمله وقائي، لكن وقائي يرد باله ويلاحظ. مهم. وهنا خطرش وهنا حدثت انه في بعض المرات التلميذ يكون يتعامل مع انتيب وكذا انبوب وفيه ادوات حرقه وتطير له على وجهه او على العين، وهذه حدثت مش كثيره ولكن حدثت. انا واش حبيت نقول في الختام انه عملا بمقوله الوقايه خير من العلاج، انا في المدارس انا انصح زملائي المعلمين والمعلمات وحتى المديرين والمديرات انه ما ينتظروش حتى يحدث الحدث باش نعيط للحمايه المدنيه، وانما من خلال السنه مره على مره ولو مره في السنه او مرتين ادعو رجال الحمايه المدنيه يجيوا الى المدرسه يقعدوا مع التلاميذ وحتى مع الاولياء نتاعهم، يجلسوا معاهم ويكون هذا التواصل ويعطوهم تعليمات بسيطه ولكن فاعله. شيء جميل، شيء جميل. اذا انا مادابيا لو كان زدنا تواصلنا ونوعدكم بان نعاود نستضيفكم مره اخرى، لانه ولادنا اعز ما نملك، والحصه اسمها ولادنا تحت جناحنا. اذا انا نقول الجناح هو انتوما، هو احنا، هو الوالدين، هو هذا هو الجناح اللي كما قلت مقبله الطفل كي نشوفوه شغل نشوفه ولدي، يعني ما نقولوش ابن الاخر، يعني دراري كما استاذه مثلا يجيك واحد في البلوك ولا تحسيه شغل وليدك. هذا هو الشيء اللي حبينا من خلال هذه الحصه نبينوا باللي احنا رانا في الخدمه، ولكن العمل الاول يبدا في البيت والمدرسه، ولكن البيت هو العمل الكبير. اذا الوالدين عندكم مسؤوليه كبيره كبيره كبيره. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من خلال هذه الحصه ولادنا تحت جناحنا، وردوا بالكم لانه اطفالكم هم اطفالنا وهم اعز ما نملك. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع.